شكرا شكرا لطوق يا سمين، وضحكت ساخرة له وظننت أنك تعرفين معنى سوار الياسمين. يأتي به رجل إليك ظننت أنك تدركين. مساء الخير، مساء الحب، مساء الثقافة، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدينا. شكرا لطوق يا سمين وضحكت. بالتعاون مع الإذاعة والتلفزة التونسيتين وبشراكة مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عرب سابت، ينتظم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 17. سارت الافتتاح شمل التكريم ضيوف الشرف من بين النجوم الفنية العربية وبعض الإعلاميين العرب البارزين. حفل الافتتاح كان مع ثلة من ألمع الفنانين العرب بصحبة الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية بقيادة المايسترو نبيل زميت. وشارك في إحياء هذا الحفل الفنانة المغربية المتألقة أسمى المنور والفنان المصري المتميز محمد الحلو، إلى جانب الفنان السوداني عمر إحساس. أحمد الريدة جمرة، أحمر أحمر أحمد الريدة جمرة. بطمشوا في حالي بكبر هم كساني، شوفك خسواني لو جتيني تاني حتى لو سواني كل حزوني جاني. بطمشوا في حالي بكبر هم كساني، شوفك خسواني لو جيتيني تاني حتى لو ثواني كل حزول جاني. عزو الصواني حم خلاني شايل همك، جبت بس من جمس غيري بقول لي أما حمرة أحمد الريدة جم حم أحم أحمد الريدة جم. حمرة ضيرتينا فيك بحس فينا بتتغرقتينا، فكيتنا الكفينة فوق ما حلينا للغدر سبتينا. حمرة ضيرتينا كل بحر سفينة بدت غرقتينا، فكيتنا الكفينة فوق ما حلينا للغدر سبتينا. بقيت بكتب باري باري في القماري جاري تصرح على الحالي طب داري. حمرة أحمد 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 الميدة بين السارحة. ريدي لطفة ضمة مناية كيك من دمة مرحلة اللي تمة فرحة سجن جمة. حمرة أحمد الريدة جمة أحمد 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 الريدة جمة.
مؤسسة التلفزة التونسية بقناتيها الأولى والثانية، مشاركة أيضا في هذا المهرجان من خلال البرامج الوثائقية المنوعاتية، برامج الأطفال والتحقيقات الإخبارية. يعتبر هذا المهرجان مناسبة للاحتفاء بضيوف الشرف وتكريم نخبة من المبدعين والفاعلين في المجال الإذاعي والتلفزيوني العربي. يتضمن المهرجان بصورة رئيسية على الفعاليات التالية: المسابقة الرئيسية وهي مخصصة للبرامج والأخبار التلفزيونية المنتجة من قبل الهيئات الأعضاء العاملين والمشاركين في الاتحاد. المسابقة الموازية وهي مخصصة للبرامج والأخبار المنتجة من قبل الشبكات التلفزيونية العربية الخاصة وشركات الإنتاج ووكالات الأنباء العربية، بالإضافة إلى الفضائيات الأجنبية الناطقة باللغة العربية.
مسابقة البرامج الإذاعية، وهي مسابقة مخصصة للبرامج والأخبار الإذاعية المنتجة من قبل الهيئات الأعضاء في الاتحاد والمحطات وشركات الإنتاج الإذاعية العربية الخاصة والمحطات وشركات الإنتاج الإذاعية الدولية الناطقة بالعربية. وتشتمل مسابقة البرامج الإذاعية بدورها على 5 أصناف برامجية وإخبارية إذاعية: ورشة عمل، واحدة هندسية وأخرى إخبارية. السوق التلفزيونية والإذاعية تقام ضمن فعاليات المهرجان سوق تلفزيونية وإذاعية تشارك فيها الهيئات الأعضاء وشبكات التلفزيونية والإذاعية الخاصة وشركات الإنتاج ووكالات الأنباء العربية والمحطات الأجنبية الناطقة باللغة العربية. كما يتم إقامة معرض للتجهيزات الإذاعية والتلفزيونية الحديثة ضمن فعاليات السوق بهدف التعريف بالمستجدات والابتكارات في مجال التطور التكنولوجي.
إيه؟ Thank you.
زحمة بالله روح ما تخلي روحي تليلة ندمان حالي شوف ترضاني الموت عليلة بالرحمة بالله روح ما تخلي روحي تليلة ندمان حالي شوف ترضاني الموت عليلة وانا كيف وانت هون عذابك لنسامح لدكو بابك عند العالي تلقى حسابك يا نكارة كما يشمل المهرجان أيضا تخصيص جوائز وشهادات تقديرية للبرامج والأخبار الفائزة بالمركز الأول والمركز الثاني من كل صنف في مسابقات البرامج والأخبار التلفزيونية والإذاعية، كما تخصص أيضا جوائز مالية لبعض الأصناف البرامجية والإخبارية الإذاعية والتلفزيونية بالتناوب في كل دورة من دورات المهرجان يتم تحديدها مسبقا من قبل اللجان المتخصصة بالاتحاد. سواح الغربة يا غالي سواح
غالي سوا الغربة يا غالي سوا ايه اللي جرالي وسنين وانا دايب شوحاني عايز اعرف بس طريقه منين وسنين وانا دايب شوحاني عايز اعرف بس طريقه منين وان لقاكم حبي سلموني عليه ان لقاكم حبي سلموني عليه طمنوني لاسمراني عامله ايه الغربه فيه وسنين
شكرا، سهرة سعيدة إن شاء الله. شكرا. شكرا لك.